العاجل شاهد نيكول سابا تنجو من الموت بأعجوبة كادت تغرق. نجت الفنانة اللبنانية نيكول سابا من حادث تعرضت له في كواليس تصويرها أحدث أعمالها، ونشرت نيكول سابا عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام مقطع فيديو للحظة احتفال فريق العمل بسلامتها وعودتها إلى التصوير. وعلقت على الفيديو بالقول: الحمد لله طوع ومرأ على خير، امبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه نحن وعم نصور، وكان موقف مخيف بس قطع على خير، والحمد لله جيت على قد كده زي ما بيقولوا. بشكر كل اللي كانوا معي على الست واحد واحد، لأنه عن جد خافوا علي من قلبهم. الله يبعد عنكم كل مكروه. ومن ناحية أخرى، كانت حسمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حقيقة الأخبار التي انتشرت مؤخراً عن حملها بطفلها الثاني من زوجها الممثل اللبناني يوسف الخال، ونفت نيكول سابا هذه الأخبار التي تحدثت عن حملها بطفلها الثاني، إذ علقت على هذا الخبر عبر صفحتها الخاصة على تويتر قائلة: للتوضيح، الفيديو لم يكن لإعلان أي خبر، الموضوع كله كان فيديو بخص الفستان واللوك مش أكتر. ما بقد تقلي تغزلي وتقلي هذا. وكانت أثارت نيكول سابا ضجة واسعة حول هذا الموضوع بعد ظهورها في مقطع فيديو مرتدية فستاناً باللون الأسود وتشير بإصبعها إلى بطنها، الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى تهنئتها بالحمل. يشار إلى أن القطيعة بين الفنانة نيكول سابا وزوجها الممثل يوسف الخال من جهة، وبين المنتج اللبناني صادق الصباح من جهة ثانية، كانت انتهت مؤخراً. ونشر المنتج اللبناني صادق الصباح صورة تجمعه بالممثل اللبناني يوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا من زيارتهما له. وأرفق صادق الصورة بتعليق أثار حيرة المتابعين حول إمكانية وجود تعاون فني بينهما قريبا، حيث كتب: أسعدتني اليوم زيارة النجمين يوسف الخال ونيكول سابا إلى مكاتبنا، وتأكيد المودة والاحترام المتبادل بيننا على أمل التوفيق للجميع. كما قام يوسف الخال بإعادة نشر الصورة وأرفقها بتعليق حمس الجمهور أكثر وقال: وتأكيدا على ذلك صورة علنية. وبدورها علقت نيكول بالقول: نحن أيضا سعدنا بلقائك أستاذ صادق، كل الاحترام والمحبة وبالتوفيق لنا جميعاً.